شاهد صور خطوبة شهد برمدة، خطيبها لاعب كرة قدم وشقيقتها الحسناء، جاءها الرسول في المنام ومعلومات أخرى. أهلا بكم، شاركت الفنانة السورية شاهد برمدة وخطيبها لاعب كرة القدم السوري أحمد الصالح المتابعين عبر صفحتيهما الخاصة على انستغرام صورا من خطوبتهما. ووجهت المغنية السورية رسالة إلى خطيبها مع الصور التي حظيت بتفاعل واسع من قبل متابعيها، حيث سجلت أكثر من 10,000 إعجاب مع مئات التعليقات. وهذه صور من حفل خطوبة الفنانة شهد برمدة. وقالت شهد في الرسالة: قديش بنمر بمحطات حلوة بحياتنا وبنتمنى يوقف فينا الزمن عندها، بس فجأة بنمشي بإرادتنا أو غصب عنا، لأنه بتطلع هالمحطة مو إلنا ومو مكاننا، وبنضل هيك لوقت ما نكتشف إنه رب العالمين كان عم يحضرنا للمكان والشخص يلي بيليقوا فينا وبروحنا وقلبنا. طلعت مخلوقة من ضلع أمير وبطل وسند ورجال بكل المعاني. ووصفت شاهد خطيبها بقولها: قوة وحنية وعطاء ما له حدود بكل شيء، ضليت تحبني 4 سنين بدون ما أعرفك وبدون ما ألتقي فيك أو ألمحك حتى. وتابعت: واليوم تشرفت أنه ارتبط اسمي باسمك، بحبك حب كبير. في المقابل نشر أحمد الصالح وهو قلب دفاع المنتخب السوري والنادي العربي الكويتي سابقا مجموعة من صور الحفل. الذي أطلت به شاهد بفستان أحمر مزين بالشراشيب، وظهرا في الصور وهما يحتضنان بعضهما ويقطعان قالب الكيك. ورد أحمد الصالح على رسالة شاهد بالقول: أخذت كلمة ناطر لك إياها من 4 سنين وأنا عم راقبك بكل مكان. وتابع: بلحظة يلي شفت عيونك فيها قدامي وعدتك ووعدتن راح ضل حبك وحبن طول العمر. وأضاف: أول خطوة هي إعلان خطبتنا ونفكر من هاي اللحظة للفرحة الكبيرة ونكمل العمر سوا، كله حب وعشق لك ولعيونك وكل شي فيكي، بحبك لتخلص الدنيا. وأعلنت الفنانة السورية شهد برمدة عن عقد قرانها على لاعب منتخب سوريا لكرة القدم أحمد الصالح، وذلك عبر ستوري في حسابها الرسمي على انستغرام. فنشرت صورة جمعتها بالعريس بعد قراءة الفاتحة وعلقت عليها قائلة: بعد قراءة الفاتحة. ونشرت أيضا فيديو من حفل قراءة الفاتحة، وظهر فيه الصالح وهو يشرب القهوة التي وضعت له برمدة فيها الملح بدلا من السكر، وعلقت شهد: هي كانت البداية مع أول ردة فعل لما شرب القهوة بالملح. كما نشرت شهد برمدة صورة لعقد الزواج بعد تثبيته في المحكمة وأعربت عن سعادتها الكبيرة، فعلقت قائلة: أخذت شرعا وقانونا هالمرة. ليقوم الصالح بدوره بمشاركة الصورة عبر ستوري حسابه الرسمي على انستغرام وكتب: أنا يلي أخذتك هالمرة بكل قوانين الدنيا. الفنانة شهد برمدة مع شقيقها. الفنانة شهد برمدة مع شقيقتها. المغنية السورية الشابة شهد برمدة ولدت في 14 من شهر أغسطس، وذلك في عام 89، وهي تبلغ من العمر 32 عام، وقد ولدت في مدينة حلب بسوريا. درست شهد الابتدائية في مدرسة قرطبة ومدرسة الشهيد زكريا باش، أما الإعدادية والثانوية فكانت في مدرسة هدى شعراوي. في 7 من عمرها اكتشفت معلمتها جمال صوتها، ولفتت إليها الأنظار أنها موهوبة منذ طفولتها.
قدمها المسؤولون في مدرستها إلى مسابقة الأطفال الهواة، ورغم أن مشاركتها في المسابقة كانت شرفية لأنها صغيرة في السن، إلا أنها فازت بالمركز الأول على مختلف محافظات الجمهورية السورية. ثم شاركت بنفس المسابقة مرة أخرى ولكن بشكل رسمي هذه المرة، وحصلت أيضا على المركز الأول لمدة 5 سنوات. التحقت شهد بالمعهد الموسيقي في حلب وأتقنت العزف على آلة العود، ثم تخرجت من المعهد وحصلت على بكالوريوس في عزف العود والسولفينج. وفي عام 2006 شاركت في برنامج سوبر ستار، وكانت هي بداية انطلاقتها. وكانت قد كشفت الفنانة شهد برمدة أنها في إحدى المرات كانت قد رأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، لم ترى شكله تماما ولكن كان عبارة عن ضوء مع صوت، وطلب منها أن تستخدم صوتها في الطريق الصح لأن هذه هدية من الله. قدمت الفنانة شاهد القليل من الأعمال الفنية، من أبرزها فيديو كليب بعد اللي صار الذي حقق نجاحا كبيرا وقت طرحه منذ عام 2009. ومن بعدها اختفت، أو بالأحرى قدمت أعمال متفرقة كان آخرها مدلي للراحل عبد الحليم حافظ.